جديدة. دونك في هذا الدرس سوف نقوم بالشرح عن الكلاسات في السي شارب. من أجل هذا قمت بإنشاء يعني سوليسيو جديد سامبل كلاس، وهذا هو المين برينسيبال تاعنا اللي فيه وشوا فيه الكلاس تاعنا هذه عادي جدا. حنا باش نبداو الكلاس تاعنا نجيو كليك دروات نديرو نوفو فايل، ومن بين الاختيارات نخيرو كلاس ونعطيو اسم الكلاس كات، يعني نفرضو لوبجي تاعنا هو عبارة عن قطة. دونك لوبجي قطة نمثلوه في كلاس كيسابيل قطة. في هذه الكلاس كما راكم تشوفوا عادي جدا، هذه حتى هنا كلاس عادي جدا، كلاس فيها في النيم سبيس تاعنا عادي، ونستعملوا اليوزينغ سيستم هذه كالعاده باش نعيطوا لي فونكسيون لي كلاس بري ديفيني في سي شارب. حنا هنا بار ديفو كرينا كونستريكتور، بور لو مومون ما نحتاجوش كونستريكتور، نحكيو عليه في دروس سابقه ان شاء الله. دونك فوالا كيما قلنا الكات باش تميز، تتميز بالنايم بايزون، تتميز بلا راس تاعها، وتتميز بايزون ان فونكسيون سبيسيفيك بور لا كات اللي هي بايزون جيت نايم. دونك خلينا نقولوا باللي حنا هنايا راح نديروا لي بروبريتيز. باش نديروا لي بروبريتيز نفرضوا باللي قطعة عندها نايم، عفوا نايم، والنايم هذا كما حنا نعرفوا يعني دابا نايم راح يكون سترينغ بطبيعة الحال، والسترينغ هذا حنا باش نلحقوا لهذا النايم سترينغ مين المين برينسيبال يعني الكود تاعنا برينسيبال لازم يكون بابليك. فوالا هذا لا بروبريتيز نايم. بيان سور باش نديرو هاد البروبريتيز نايم سي شارب كوم بروبريتيز ديكلاري، ونحلو قوسين ونكتبو ستر يعني وضع ابري الجتر يعني ارجع، يعني اضع قيمة للنايم وارجع لي قيمة للنايم، هكذا تقوم بتعريف يعني بروبريتيز في سي شارب. دونك هنا نفرضو ان نوتر بروبريتيز نسميوها باغ اكزومبل لا راس. دونك انت هو داك الخيار، انت هو البروبليم اللي كيما نقولها ونعاود اللي راك واقع فيه، سا ديبون انت واش باغي. انا باغي راس ونايم، مد هادو لي دو بروبريتيز. ومن بعد حاب في القطة، انت حاب ترجع لا كولور تاع القطة، انا باغ اكزومبل حاب نرجع الايج تاع العمر تاع القطة. باش ندير ايج تاع القطة نسمي فونكسيون جيت ايج، جيت ايج للقطة هادي. وفي هذه لا فونكسيون عادي جدا راح نقوم ب طويرها، من دام ترجع لي الايج يعني عدد الايج، سواء تكون عندها عامين سواء تكون عندها 3 سنين 4 سنين نديرها انت عادي جدا. وباش نلحق لها كيما العاده من لا فونكسيون برينسيبال لازمها تكون بابليك، يعني بابليك من خارج الكلاس تقدر تلحق لها الا من خارج الكلاس، يعني هذه الكلاس برينسيبال هنا كات من خارج الكلاس هنا في المين نقدروا نصلوا لهذو لي بروبريتيز وهذو لي ميثود، لي ميثود هذه نديرو بابليك بابليك بابليك. وراي نحكيو على بابليك، راي نحكيو على دوتر تيب تاع لي فونكسيون لي فاريابل اللي هي بابليك والبروفيت والبريفيت والبروتكت، هادو راح نشرحو عليهم في درس منفصل خاص. دونك ما تسرعوش، بور لو مومون نقولو بابليك باش نلحقو من خارج الكلاس. هذه هي. دونك حنا هنايا واش هو لا فونكسيون تاعنا جيت ايج، حنا باش نحسبو الايج عادي جدا، يعني انا نقولو الايج كات، يعني باش نحسب الايج تاع الكات التخمين هو انه السنه الحاليه ناقص يعني ديت اوف بيرث، ديت اوف بيرث يعني هذه عادي جدا، يعني باش تحسب انت عمر القطه لازمك السنه الحاليه ناقص العمر اللي زايده فيه. وهذا راح يكون واش، راح يكون انتيجر كما قلنا. علاش انتيجر؟ باسكو راح تكون 2018 ناقص الديت اللي زايد فيه نفرضه هو عام 2010 2011 2016 اكسيتيرا. من دام هذا الديت اوف بيرث يعني الايج هذا راح يكون هنا، نطلبوا من لا فونكسيون واش تعمل له، تعمل له ريتورن يعني ترجع لنا هذا الايج. مين كما راكم تشوفوا هنا اون روج ديت اوف بيرث غير معرف. علاش غير معرف؟ باسكو لازمنا نقولوا لا فونكسيون تاعنا تستقبل هذا الديت اوف بيرث، يعني راح نعملوا له انيسياليزاسيون من لا فونكسيون برينسيبال بروغرام برينسيبال تاعنا. دونك فوالا قمت بشويه في هذه الكلاس كات، كات هو اوبجي كتبته في كود كلاس يحتوي على دو بروبريتيز و اي ميثود ديفلوبيتها عادي جدا. انا قمت بتخمين هذه لا ميثود، انت تقدر تعمل اي عمليه هنايا، دير اي كود وتكتب يعني لا فونكسيون تاعك تاع اللي باغي تابليكيها على القطه عادي جدا. دونك بقى لنا غير نجيو هنايا كما قلنا الكلاس هذه اللي فيها دو بروبريتيز و اي ميثود واش نديرو لها؟ نعملو لها ابيل هنا. باش نعيطو لها ابيل، باش نعيطو لهاديك الكلاس منا ونديرو لها اكزيكيسيون شيوا، لازمنا انستانس كما حكينا.
هنا لازمنا انستانس دو كلاس. فرضوا باللي الانستانس تاعنا عفوا مي كات، نسميوها مي كات، التيب تاعها هي واش؟ التيب تاعها هي كات، هذه حكينا فيها. يعني لازم التيب تاع كيفاش نقولوا نجي هنايا هذه باش نتفاداو الاخطاء، يعني هي كات، المي كات هي كات، ونكتبوا نيو، وفي نيو كما راكم تشوفوا يعطينا كات، نزيد نكتبوا كات، نديروا قوسين هكذا، يعني قوسين نديروا سيمي كولون على فا، وانتهينا. هنا كرينا انستانس دو كلاس اللي هي المي كات، تيب تاعها كات، عادي جدا. دونك حنا بالمي كات هذيك نقدروا نلحقوا لي بروبريتيز ولي ميثود. دونك نلحقوا النيم، دونك نشوفوا اسك نقدروا نلحقوا النيم ولا لا. نكتبوا المي كات دوت، شوف يعني حقنا واش؟ حقنا الجيت ايج، حقنا النيم، حقنا الاراس. انا باغي النايم، نكتب النايم لابري مد لها نايمة للقطة. فرضو بلي عفوا نكتبو هنا ام مينكون، فوالا. فرضو بلي قطة تيب تاعها مينكون، نايم تاعها مينكون. كذلك المي كيفاش نقولو الماي كات دوت واش يبغى، قلنا كذلك نقدر نلعبو لاراس. لاراس نكتبو واش من لاراس، واش من راس اوف، فوالا لاراس تاعها هي لوف. هنا واش درنا؟ درنا انيسياليزاسيون لمن؟ انيسياليزاسيون لاراس ولي و كيفاش نقولو هنايا سي سيمي كولون، يعني بوان فيرغيل. هنا انيسياليزينا لاراس و النايم، حبون انيسياليزيو لا فونكسيون، عادي جدا. تكتب المايكات تاعك اللي هي لانستانس دوت كوا جيت ايج، و الجيت ايج واش هو؟ قلنا تستقبل بارامتر اللي هو ديت اوف بيوت، نفرضو بلي زايدت 2016 فوالا، عادي جدا. هنا درنا انيسياليزاسيون تاع واش؟ انيسياليزاسيون تاع لي فاريابل، عادي جدا. دونك هنا نفرضو بلي نجي نديرو لهم افيشاج كونسول كوتا دوت رايت، عفوا كونسول دوت رايت، واش هو؟ تكتب هنا تبدا عندك هذا الفاريابل، هذا كاع فاريابل، يعني فاريابل هنا تجي هنايا تكتبه، دير له كونكاتيناسيون، زيد تهز فاريابل الزوج دير له كونكاتيناسيون، عادي جدا. يعني كما تعرفنا يعني كنت كونكاتيناسيون في الدروس السابقه، وزيد تهز هذا الفاريابل تاع كاع تحطه هنا، عادي جدا. يعني ما كان حتى مشكل، يعني هنا ما عندنا حتى ايرور. راك لحقنا لحقنا لواش داك هنا هو، يا في شينا واش يا في شينا النايم ولا راس، ويا في شينا الايج هذا ما في شي هنا كيما حنا بغينا. كون نجيو جيست هنايا نديرو كليك دروات نديرو اكزيكيت ليليمون، ما يديرنا حتى مشكل. ماين كون لوف والعمر هو سنتين، ولكن جات شويه من الداخله معليش،